هذا السائل رمز لاسمه بأحمد ألف ألف، يقول: ما الأسباب المعينة على الاستمرار على العمل الصالح، وما هي الفوائد في ذلك؟ مأجوري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأسباب المعينة على الاستمرار في العمل الصالح كثيرة، أهمها توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد وإعانته له. ثانيا العزيمة الصادقة على الاستمرار في العمل. ثالثا تعويد النفس على العمل حتى تألفه ويسهل عليها. أيضا مرافقة الصالحين والعاملين حتى يعينوه على الاستمرار في العمل، وتجنب مرافقة الكسالى والذين يميلون إلى الراحة، يتجنبهم. والأسباب كثيرة. نعم.